دعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار حازم بدوي الشباب وحثهم على المشاركة الفعالة في الانتخابات والتعبير عن رأيهم والمشاركة باختيارهم. جاء ذلك خلال فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة الوطنية للانتخابات ووزارة الشباب والرياضة بشأن توعية وتثقيف الشباب بدور الهيئة وأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية. أضاف المستشار حازم بدوي أن مصر من الدول القليلة والمعدودة التي لديها هيئة مستقلة لتولي مهمة الانتخابات بصفة عامة، مؤكدا على أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل وتحت التغطية الإعلامية المحلية والعالمية بكل شفافية. حق الانتخاب هو واجب على كل مواطن محب لبلده، باعتبار أن الوطن هو غاية المراد. وأؤكد في هذا السياق أن الشباب هو نواة المجتمع والمحرك الأساسي له، فلا بد أن يتحلى بالوعي والانتماء والبعد عن الاستماع للمفاهيم المغلوطة التي تزعزع استقرار البلاد وتهدف للإضرار بمصالحها. فمصر من الدول التي تعد على أصابع اليد التي تدير استحقاقاتها الانتخابية هيئة مستقلة لها استقلالية وحيادية تامة، ولا يجوز التدخل في أعمالها أو اختصاصها، كما أنها تعد الدولة الوحيدة التي تخضع العملية الانتخابية فيها للإشراف القضائي الكامل، بحيث يشرف قاض على كل صندوق في لجانها الفرعية المنتشرة في ربوع البلاد، وهو الضمانة الأساسية والملاذ الأمين في شفافية ونزاهة الانتخابات.